ربنا موجود. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم الثلاثون من شهر طوبى المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم استشهدت العذارى القديسات بستيس وهلبيس وأغابي ونياحة أمهن صوفيا التي كانت من عائلة شريفة بأنطاكيا، ورزق الله بهؤلاء البنات الثلاث فأسمتهن بستيس أي إيمان، وهلبيس أي رجاء، وأغابي أي محبة. أما صوفيا فمعناها حكمة. مضت ببناتها إلى روما لتعلمهن العلوم الكنسية، فاستحضرهن الملك أدريانوس وحاول إجبارهن على ترك الإيمان المسيحي، فكانت أمهن تشجعهن على الثبات في الإيمان بالسيد المسيح. نلنا من العذابات الكثير. وكان عمر بستيس 12 سنة، وهلبيس 11 سنة، وأغابي 9 سنوات. فنلنا أكاليل الشهادة، وفرحت أمهن صوفيا على ثبات بناتها على الإيمان، وصرنا عرائس المسيح. فأخذت أجسادهن وطلبت إلى الرب أن يقبل روحها، فسمع لها وتنيحت بسلام. بركة صلواتهن فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 492 للشهداء 776 ميلادية، تنيح البابا القديس الأنبا مينا البطريرك 47 من بطاركة الكرازة المرقسية، ودفن بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا تنيح القديس إبراهيم الرهاوي المتوحد، ولد بمدينة الرها من بلاد ما بين النهرين، وشب على حياة التقوى وسكن في مغارة 50 عاما، ولما أكمل سعيه الصالح رقد في الرب. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين.